بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الانتصار. نقاط مهمين في أول ديربي، انتظرنا ديربي آخر يوم الأحد إن شاء الله. ونشكر اللاعبين على المستوى اللي قدموه. بطبيعة الحال المباراة الناس انتظروا أنها تكون صعبة مع فريق الاتحاد الرياضي التروي، فريق اللي تحت المرتبة الثالثة. تكلمنا مع اللاعبين على الخصائص ديال الفريق الخاص، لان ما تحتش المرتبه الثالثه صدفه. لعب مع الوداد، لعب مع الجيش، لعب مع الرجاء، لعب مع اسفي، وبالتالي فريق اللي صعيب في الضربات الثابته، في الكرات الثابته. نظن بان المجريات ديال المباراه تغيرات من الطرد، من بعد الطرد ديال النمساوي، وبالتالي سمح لنا تفوق عددي ما عرفناش نتعاملوا معاه في الشوط الاول، لان سيناريو ما كانش منتظر بالنسبه للاعبين. حاولنا اننا نغيروا في الشوط الثاني، دخلنا النوري لان عنده تجربه اكثر، عنده فعاليه اكثر امام المرمى. الحمد لله استطعنا يسجل لنا هدف اللي حرر اللاعبين، ثم استطعنا اننا نسيطروا على المباراه. بطبيعه الحال فريق التروي كان ممكن انه يسجل الكره الثابته، ولكن تنبغي نهني اللاعبين على الفعاليه الهجوميه ديالهم، خاصه حمزه النوري سجل بزاف ديال الاهداف. مبروك عليه، مبروك على الفريق كامل. تنبغي نشيد بالعطاء ديال انس باش، لانه كان لاعب مميز اليوم، عطينا الثقه، عطينا استقرار في وسط الملعب. ثم بقيه اللاعبين حاولنا ندخلوا لاعبين صغار باش ياخذوا التجربه، لان ما عندناش فريق موسى، وبالتالي اكتسبوا تجربه، لان ممكن اننا نحتاجوا اليوم ان شاء الله في المباريات المقبله. هنيئا لنا على ثلاثه النقاط، نظن بانها مستحقه. 3-0 بطبيعه الحال نتيجه ما يمكن الانسان الا يكون فرحان بها. نتمنى اننا نستمروا ونديروا الضغط على الخصوم. نتمنى اننا نستمروا ان شاء الله هذا العطاء، لان مجموعه تتعيش مزيان. نتمنى ان شاء الله استمر. ميرسي كوتش. ناخذوا اسئله اذا كاينين. كما قلت، طرد ورجوع ديال الخصم للخلف، سيناريو ما كانوش يتوقعوه اللاعبين، ما عرفوش كيفاش يتعاملوا معه. بالتالي في الشوط الثاني تكلمنا على اننا اهم شيء هو اننا نثبتوا الدفاع باش ما يتسجلش عن طريق الخطا، ثم ان يجينا فرص، خاصه دخلنا النوري اللي تعرف يلعب قريب المرمى ديال الخصم، اللي تعرف يلعب هروب، جات الكره سجل، وبالتالي تحررنا. لان مهم جدا اننا غيرنا بطبيعه الحال بعض الاشياء، ولكن متى تسجل فتترتاح. بالتالي تنظن بان الهدف اللي جاء في البدايه ديال الشوط الاول حرر اللاعبين، ثم من بعد ولاو عندنا مساحات. بطبيعه الحال مازال ما نعرفوش نتعاملوا مع الكرات اللي تنوصلوا بهم، لان تنوصلوا بزاف مع الجديده، وصلنا بزاف اليوم، وصلنا بزاف، ولكن هذيك اللمسه الاخيره تنفتقدوها. بطبيعه الحال اللاعبين يلاه تيتمرسوا، يلاه تنتحسنوا في الاداء، يلاه بدا الايقاع ديال التباري، وبالتالي تسجل ثلاثه ديال الاهداف. تنظن بانه شيء جيد في مباراه كره القدم، فما شي يخلي الناس يوليو يتفرجوا فينا بزاف في التلفازه رغم ما تيجيوش التيران. ولكن على العموم لا، جد جد سعيد النتيجه والاداء ديال اللاعبين. صرفتوا من الصداره اللقاء القادم بطبيعه الحال مع المتصدر، كيف غيكون عندكم السعر الخاص؟ احنا ما تلعبوش على الصداره، الصداره عندها مواليها. يعني فبالنسبه لنا غنتكلموا بواقعيه، فريق الجيش فهو فريق من بين الفرق المرشحه لفوز البطوله، هادشي تكلمنا عليه في البدايه ديال الموسم، لان الجيش، الوداد، الرجاء، بركان، فتنظن غريب فاسد هما الفرق اللي ممكن انهم يلعبوا على الصداره. احنا تنديروا الضغط على الخصوم، نلعبوا، نبغيو نلعبوا مزيان، نبغيو نسجلوا، نبغيو ننتصروا. بطبيعه الحال الا مشينا للمقدمه حنا غادي نلعبوا، ولكن ما دايرينش على راسنا اي ضغط. حنا بطبيعه الحال كاين مباراه الديربي يوم الاحد ان شاء الله في قنيطره، غنلعبوا في ملعب رائع، ملعب اللي تمثل لنا ككويريه، تمثل لنا شي حاجه كبيره.
بعدين اتفقنا اعتراف التاريخ ديالها. نتمنى ان المباراه تكون في المستوى ان شاء الله، واننا لماذا نحققوا نتيجه ايجابيه. واش الرئيس ديال المونديال واش كيدير التحسين ديال اللاعبين ديال احنا ما كانش عندنا عطله، حنا كنا تنخدموا، نظن بان الخدمه بدات تتباع. نتمنى ان تزيد ان شاء الله ان الثمار ديالها يبانوا في المباريات المقبله ان شاء الله. واحد السيد تنتهي على اللاعبين المحليين ديجا، بطبيعه الحال حنا كما قلت عندنا خصاص في مجموعه ديال المراكز، وعندنا لاعبين اللي عطيناهم الوقت خاصه في الفتره الاخيره ديال التوقف ربوا معنا رضا، رغم انه مواليد تنظن 2005 اللي باقي صغير ولكن عنده مؤهلات. نتمنى انه ان شاء الله تعطى فرصه وانه ياخذ مكان مع المجموعه، وعنده كاع الافاق ان شاء الله باش يمشي بعيد، لان عنده لعيب عنده خصائص نتمنى ليه انه الاستمرار والاستقرار في ظل هذه المجموعه هذه ان شاء الله باش يبين المؤهلات ديالو، لان لعيب تنتنبأ ليه ان شاء الله الله يكمل عليه بخير. ناخذ اخر سؤال اذا كان الاخوان.